ورشه من ورش كمال يا جبران كانت سمعتنا تسجيل لعبد اللطيف البنا ما قبل مؤتمر الموسيقى اللي حصل سنه 1932. فابتديت احس ان انا من جوايا بريليت للموضوع ده اكتر من حاجات تانية تعرف عليها دايما. احنا عارفين ام كلثوم وعبد الوهاب بس مش عارفين ايه اللي بيحصل قبل كده. اسمي نانسي منير، بعزف آلات متعددة من ضمنها الكمانجا، بيانو، ثيرمن، بيس، إيقاعات. مهتمة بالتوزيع الموسيقي وتوظيف دور كل آلة وكل صوت في أي عمل موسيقي. ابتديت في الكنيسة، بابايا ومامتي في الكوير بتاع الكنيسة، مامتي ألتو بابايا تينور، فده دخل في دماغي يعني فكرة الهارموني أنا وأخويا وإحنا صغيرين. فكرة التوزيع وقصة مثلا توزيع ألبوم دينا ودي كان بالنسبة لنا كنا لسه صغيرين بنتعلم كلنا مع بعض، ما كنتش لسه حتى أعرف برو تولز والموضوع، فأنا أكتشلي تعلمت في البروسيس دي كلها حاجات كتيرة جدا. يعني كلمني أستاذ خيري بشارة وقال لي يلا بقى اعملي مزيكة الفيلم، كان كأنه كده بيزقني في المية. يعني كنت أنا لسه بتعلم برضو موضوع الموسيقى التصويرية ده، التعليم فيها مش هيخلص أبدا. في ميزة إن إحنا تعلمنا تعليم alternative تمام، كنا محظوظين بناس زي فتحي سلامة وكاميليا جبران وعلاء الكاشف وأسماء كتيرة جدا يعني، فهم بيساعدونا إن إحنا نطلع سواء الفطرة أو التجريب. فبالتالي كان في كده مكونات مختلفة عن المكونات التقليدية العادية. من جوايا مش بصدق قوي في فكرة التصنيفات والجنرز، فأنا بالنسبة لي عادي إن أنا أكون بعزف ميتال أو بعزف مثلاً مع دينا أو بعزف نزهة النفوس أو موسيقى تصويرية، ويمكن ده بيساعدني في إنه أطلع حاجة ممكن يكون صوتها مختلف. مشروع نزهة النفوس مهم بالنسبة لي لأنه أخد سنين طويلة في حياتي، والسنين دي أنا كنت بتعلم فيها. هو نزهة النفوس ده اسم مكان فانيو بتاع منيرة المهدية، وكان الصحفيين والنقاد بيقولوا هوا الحرية على مسرح منيرة المهدية. ومنيرة المهدية كان ليها دور كبير قوي ان هي تاخدني للعالم ده. برضو أغنية بعد العيشة وطريقة كلامها دي أول أغنية حب أحبها مثلا، وقعدت بقى طبعا برمم في السرعة، بحاول أرمم في الصوت على قد ما أقدر من غير ما يبان انه ارتفيشال وحافظ على الخروشه وايقاعهم برضو ستيل، بس ان انا اخلق طريقه ان انا اعرف اعزف معاهم. وكان عندي فضول موسيقي كمان اكتر ما هو فضول عن القصه وكل حاجه، لانه الالحان وقتها كانت مختلفه عن دلوقتي، طريقه الغنى وقتها، طريقه التعبير، طريقه الكلام عن الحب، كان في حاجات متشابهة جدا وحاجات مختلفة جدا، أو كأنه حاجات ناقصة عندنا دلوقتي في السبكتروم الواسع اللي كان عندهم، أو إحنا برضو ما نعرفش عنهم ليه دلوقتي وإزاي اختفوا من الذاكرة الجمعية. يعني هو يعتبر ترميم على إعادة توزيع بتصرف. أنا مش حاسة إن هي ناقصها حاجة أنا ببنيها، بس هو غصب عننا عشان التسجيل وقتها كان ما بياخدش كل الترددات السمعية اللي احنا موجودة عندنا دلوقتي، البيس والهاي اللي احنا نقدر نسمعهم الترددات دي، فبالتالي انا عندي مساحة ان انا اتفاعل فيها. في خلال رحلة البحث عن المشروع كنت دايما عندي السؤال بتاع ان هما ليه مش موجودين في 1932 مؤتمر الموسيقى العربية، وليه المؤتمر ده حصل، ايه النوايا الصالحة اللي حصلت، وايه الحاجات اللي احنا فقدناها بسبب المؤتمر. كنت بحاول نافيجيت مشاعر والمعلومات كلها، وبعدين في اخر المشروع اكتشفت ان السبعه اللي هم في الالبوم منيره المهديه، فاطمه سري، نعيمه المصريه، حياه صبري، زكي مراد، صالح عبد الحي، عبد اللطيف البنا، محدش فيهم اتعزم على المشروع ده، وهم ناس مهمين جدا. فبالنسبه لي كان حلو ومهم، اظن بالنسبه لي وبالنسبه لهم، ان صوتهم يكون بيتسمع المكان ده اللي حصل فيه المؤتمر. المجال الموسيقي فيه كومبيتيشن،
انه انا بنت او مش اكاديمية او حاجة زي كده. انا بالنسبة لي الموضوع ابسط من كده بكتير. يعني انا مش عايزة اثبت حاجة لحد، وعايزة اعمل اللي انا مصدقة فيه، ومش عايزة اخش في تنافسات والحاجات الموجودة في المجال. يعني نفسي ان المزيكا دايما تبقى تقول قصص ومشاعر، وتاخدنا في رحلات اكتر ما هي اغنية تراك يلا اللي بعده. ايا كان اللي هيحصل في المستقبل، ان انا اكون مبسوطة، عندي شغف ومصدقة في اي حاجة بشتغلها، في اي عمل موسيقي.